مرحبا بكم مشاهدينا، متواجدين اليوم لحضور معرض مساجد من العالم اللي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي بمشاركة 32 لوحة من مصورين مبدعين حول العالم. تفاصيل أكثر خلكم وياي في هذا التقرير. معرض مساجد من العالم عبارة عن معرض تصوير فوتوغرافي منظمت هيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولي للتصوير الضوئي، وأيضا بالتعاون مع مركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري بالتنظيم هالمعرض. كل جهة كان له دور مميز في إنجاح هالمعرض أو في إقامة هالمعرض. تعاوننا مع جائزة حمدان بن راشد تصوير ضوئي بتوفير الصور، حيث أطلقت جائزة مسابقة عن طريق الانستغرام بموضوع المساجد من حول العالم، وتم اختيار أفضل أو خلينا نقول متميزة من الصور المشاركة، وعددهم 32 صورة فوتوغرافية لإقامة المعرض، وأيضا تعاون مع مركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري بإقامة المعرض في مكان متميز يدرونه أن تكون أساسا يتعاملون مع الجمهور، يتعاونون مع السواح، خاصة الجنسيات المختلفة التي دولة الإمارات تبحث عن ثقافتها وتبغى تعلم عن ثقافة دولة الإمارات.